أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية حرص المستشفيات الحكومية على الاستمرار في تطوير وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين بما يتماشى مع المعايير الصحية الدولية. جاء ذلك بمناسبة إعلان قسم الأشعة في مجمع السلمانية الطبي إجراء 26,600 فحص خلال شهر أغسطس الماضي شملت مختلف أنواع خدمات الأشعة مقارنة مع 20,479 فحصا في أغسطس من عام 2021. وأوضح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفحوصات جاء بفضل تنفيذ استراتيجية تقليص فترات الانتظار، مشيدا بجهود كافة الكوادر الصحية التي ساهمت في خدمة عدد أكبر من المرضى وتقليص قوائم الانتظار، ومشيرا إلى أن العمل مستمر لإعادة جدولة المواعيد وفق المنهجية المقررة.